هذا المركب الجامعي محمد السادس ديال كرة القدم. تنغيب باسم الجامعة نشكركم لتلبية الدعوة للحضور لهذه الندوة الصحفية التي عقدها النخب الوطني وليد الكراري، واللي غادي يعلن فيها على اللائحة ديال اللاعبين اللي غادي يشاركوا في كأس إفريقيا للأمم اللي غادي تطرق 13 هذا الشهر إن شاء الله. لتذكير الإخوان اللي ماشي معنا، هذه الندوة تتبث كذلك مباشرة بالستريمينغ في الموقع ديال الجامعة الملكية لكرة القدم www.frmf.ma. وبلا ما نطول عليكم، الكلمة الآن للنخب الوطني وليد الكراري. السلام عليكم. أول حاجة شرف كبير كنت معاكم اليوم باش نعطيكم لا ليست ديال لو جروب اللي غايبارتيسيبي شارك في كاس افريقيا ان شاء الله في كوت ديفوار 2023. دونك غندير لكم بريزونطاسيون ان بو جديدة، ونساي دافونسي دو فار بروغريسي ان بو اوسي لي بريزونطاسيون. ابري يورا لي كيستيون، اون فو دونرا لو بروغرام ان شاء الله ديال لو ستاج و ديال لي ماتش اللي غنلعبو قبل لا كومبيتيسيون. دونك ان بو دو سيلونس غنطلب منين يساردو لوميير لا لوميير. Merci. Donc voilà la liste ديال اللعابه اللي غيتشاركوا معنا ان شاء الله. دونك ميرسي، شكرا كوتش وليد الكراري النخب الوطني. كيف القاعده غنفتحوا النقاش لمده